في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اهم البلايص اللي مشيتوا لاكادير ضروري ما تشوفوهم. اول بلاصه هي دانيالان، ثاني بلاصه هي تيليفيريك، وبطبيعه الحال في هذه الجوله غادي نشارك معكم الاسمنه ديال كل بلاصه. كاين هنايا عندنا افيون ريستورون، حتى هو واحد ريستورون اللي هو زوين، كاين في الطياره يعني كتمشي كتاكلي كتشربي، هادشي اللي كاين. كروكو بارك، اها كروكو بارك هادو هما الاسمنه ديالو. وهنايا غادي نشارك معكم حتى اكادير دورفان وولد، اللي بغى يشوف الجوله فيه والاثمنه بطبيعه الحال نخليه لكم في الاخر ديال الفيديو، حيت انا ما مشيتش ليه، غادي نشارك معكم غير فيديوهات منه. واللي مشى لاكادير ضروري ما يمشوف مارينا اكادير باش ندورو معاكم واحد الطويره بالباطو. كاين باطو عادي وكاين باطو ديال البيغات. ضروري ما نمشيو سوق الحد ولا سوق انزكان باش تشريو العسل، املو والمهم كاع داكشي اللي كتحتاجو. هنايا نمشيو للبحر، كاين البحر ديال اكادير وكاين البحر ديال النواحي ديال اكادير، وارين كاين منهم بحر ديال تغازوت غزل غزل بزاف. وإلا مشيتو لاكادير ضروري ما تشوفو مالدين، لا لا مدينة دكادير، لا مدينة دكادير هي واحد القلعة دايرينها على شكل مبني قديم، فيها البازارات فيها ريستورون. مهم انا راه شوفوا في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كل بلاصة جولة فيها ومع الاثمنة ديال الدخول ديال كل بلاصة. المهم اول حاجة غادي نبداو بها هي دانيالاند. دانيالاند هذه هي الدخلة ديالها، الا بغيتوش تمشيو لها خاصكم تمشيو على طريق اكادير وفلا. وكاينين كاين كانوا الا شفتوا في لي ريزو سوسيو كانوا دايرين واحد الباك اللي كتمشي لأكادير وفلا وكيديوك بالتيليفيريك حتى لدانيالاند. كتعوم مع راساتك في لابيسين في كتدير داك التوبونغون داكشي كله، وداخل فيها حتى داك لي غولاكس اللي كاينين تما. بالنسبة للأثمنة ديال الدخول بالنسبة للناس الكبار 180 درهم، بالنسبة للوليدات الصغار 140 درهم. إلا بغيتو تاخدو لي غولاكس ب 25 درهم، وإلا بغيتو تاخدو دي كازي باش تحطو فيهم حويجاتكم في الفيستياغ دايرين هم 20 درهم. المهم هادشي بالنسبه للاثمنه. الا دخلتوا لدانيالاند غتلقاو لي طوبوغون فين ما مشيتو، 8 ديال لي طوبوغون وثلاثه ديال البيسينات كبارين للناس الكبار، وكاينين دي طوبوغون للوليدات الصغار، يعني كاين واحد لاسباس اللي فيه للناس الكبار مخلط مع الوليدات الصغار، وكاين واحد لاسباس اللي فيه غير الوليدات الصغار، دي طوبوغون صغيورين ديال الوليدات بحال هذا اللي كتشوفوا معايا. وكاين لي طوبوغون لي بيبي، يعني الا جبتي بيبي عنده مثلا عام ولا عام ونص راه ما غاديش يعوم مع الوليدات اللي مثلا عندهم 7 سنين 8 سنين 10 سنين 12 عام، يعني دايرين ليهم حتى هما بيسين ديالهم بالطوبوغون ديالهم، ولكن بطبيعه الحال راه خاص يكون معاهم الاب ولا الام ديالهم. وكيف ما كتشوفوا معايا كل طوبوغون فيه متر ناجور اللي قابلو، هذا هو الطوبوغون ديال لي بيبي، فيه شلالات فيه العاب فيه الماء، راه ما تخافوش راه يعني ما وصلتش لواحد النيفو اللي هو عالي، يعني بيبي راه كنهضر على عام عام ونص حتى العامين ماكسيموم، يعني راه ما غارقش بزاف. صافي هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم هادو هما لي هذا هو الفيستياغ وفيه لي كازيي الا بغيتو تحطوا فيه لي زافير ديالكم ولا شي حاجه خفتو عليها ولا هذا. المهم هادشي اللي كاين. كيف ما شفتوا كاينين دي بيسين الكبار لي متر ناجور بارتو، يعني في البارك كل طوبوغون واقف عليه تقريبا متر ناجور ولا جوج، كاينين عيالات ورجال بطبيعه الحال في لي متر ناجور. وزعما راه دي البال، ومني كتدخلي مع الدخله ديال دانيالاند بطبيعه الحال باش ما تدهشريش كيدايرين لك ناس اللي كيوريوك كل بلاصه شنو غتشوفي فيها، شنو بغيتي البلاصه اللي بغيتي تجلسي فيها، يعني كاين استقبال وكيشرحوا لك كل بلاصه فين غادي تديك، يعني الصراحه. وهانتوما كيف ما شفتوا معايا لي طوبوغون شي حاجه لي سبيسيال، يعني خصوصا الا كنتو غاديين دانيالاند. كنظن انا يا اما يمشيو اصدقاء مع بعضياتهم غادي تكون واحد ليكسبيريونس لي زوينه وما غاديش تشبعوا منها، وحتى الا مع وليداتكم علاش لا، غادي نشطوا لان من الصباح حتى العشيه. وكنظن ان 180 درهم وعندك اكسي لكاع لي طوبوغون راه ثمن اللي هو مناسب جدا، من غير انه الصراحه زادوا ديك لو غولاكس ب 25 درهم، يعني الناس بزاف ما عجبهمش الحال على قبل لي غولاكس خاصك زعما تخلصهم، ولكن صراحه بالنسبه ل 25 درهم راه ما مغلينهمش صراحه مقارنه باللي بخي اللي حنايا المرات راه كتمشي غير للبحر وخاصك تخلصي على الباراسول والكراسه. هادشي اللي كاين. كاين مصلى الا بغيتو تصليو، كاين بلاصه ديال لودو، حاجه واحده اخرى كاين ريستورون الا نتوما بغيتو تاكلو تمايا.
باش نطلعوا لاكادير وفلا غادي نطلعوا بالتيليفيريك. المهم واحد ليكسبيريونس اللي هي زوينه زوينه بزاف، وهذه هي الدخله ديال التيليفيريك. بالنسبه للباركينغ راه غتخلصوا 5 دراهم للساعه، يعني باش ما تعطلتي في اكادير وفلا باش ما السوايع ديال الباركينغ كيتحسبوا عليك. ما عرفتش علاش الصراحه، يعني نورمالمون خاصهم يديروا باركينغ غراتوي بيسكو كتخلصي لهذا. وحتى القلعه، يعني حيت القلعه كاين فيها واحد، حيت الا طلعتوا لاكادير وفلا كاين فيها واحد القلعه. ديك القلعه في الاول ما كانوش لاكسي باش تدخلي ليها، دابا خلاوك انك تدخلي ليها ولكن كتخلصي 21 درهم. انا الصراحه جاتني انه منين غادي تمشي ديري التيليفيريك بواحد الثمن اللي هو تبارك الله طالع، من الاحسن انه يخليو الباركينغ غاتوي ويخليو لاكسي القلعه غاتويتمون. يعني الناس خصوصا الناس اللي غاديين بالتيليفيريك، مازال اللي غاديين بالطوموبيلات ديالهم ماشي مشكل انهم يخلصوا ديك 20 درهم باش يدخلوا لديك القلعه. المهم هنايا راه وريتكم لافيون ريستورون من البانو اللي ديري لكم تمايا، حتى انا تعرفت عليه من هنايا، يعني حيت صراحه كنا بغينا نمشيو ملي كنا في اكادير، ولكن ملي دخلنا للسيت ديالهم قالك خاصك ريزيرفاسيون، يعني عاد تمشي، يعني ما كتمشيش نيشان لديك الطياره وتجلسي وتاكلي، لا خاصك ديري ريزيرفاسيون دافونس. هادشي اللي كاين، صافي هادكشي اللي كاين عكزنا. والصراحة المهم الصراحة ما كانش شي حاجة اللي كنا فان ليها، يعني ما شي حاجة اللي بغينا نديروها. تيليفيريك باغ كونطخ، تيليفيريك العام اللي مشينا لأكادير كنديروه، شي حاجة اللي هي زوينة، واحد ليكسبيريونس اللي هي زوينة. بالنسبة للثمن نرجع لكم، نسيت ما نبقى نكثر عليكم الهضرة، الثمن ديال التيليفيريك إلا كنتو باغي نديرو تيليفيريك في أي بي 800 درهم، 800 درهم. الا كنتو باغيين تطلعوا باغ بيرسون 80 درهم. وبعض المرات راه كيتبدل الثمن على حسب الموسم، يعني الا مشيتو في الصيف الثمن مختلف على الشتوى. يعني المهم انا عطيتكم غير ثمن تقريبي 80 درهم للواحد. بالنسبه للكابين كيتهز 8 ديال الناس. الا كنتو اون فامي بحال دابا مثلا حنايا منين مشينا كنا حنا جوج كبار وجوج صغار، عطاونا وكانت الوقت مخفى، دخلنا لاكابين بوحديتنا حنا ووليداتنا صافي. الا كانت الدنيا عامره هي فاش كيدخلوا معاك الناس، اما الا مشيتو زعما فامي دو 4 ولا دو 5 راه كتدخلوا بوحديتكم في لاكابين بحال الفي اي بي. غير الفي اي بي كيعطيكم شويه ديال لي بواسون شويه الشوكولا، المهم هادشي اللي كاين. كنتو جوج ولا ثلاثه الفي اي بي نفس الثمن 800 درهم. هادشي اللي كاين هنايا، هاد اكسبيريونس ديال التيليفيريك صراحه من لي زيكسبيريونس الواعره اللي كاينه في اكادير. كيف ما قلت لكم انا كنديرها العام اللي مشينا لاكادير كنجربوها، وما نعاودش لكم بالليل كيفاش كتكون لا فيو واعره، خصوصا ملي كيكونوا الضوا شاعلين وداكشي، يعني واحد الاكسبيريونس اللي هي زوينه زوينه بزاف. المهم هنايا راه غادي نخليكم انكم تكملوا معنا الجوله حتى الاخر، حتى نمشيو نطلعوا لاكادير وفلا ونجيبوا جوله في اكادير وفلا. صافي هنايا وصلنا، يعني هنايا غادي نطلعوا مع هاد الدريجات، غادي نلقاو اكادير وفلا، غنلقاو القلعه. غير انما انا الحاجه اللي كنلاحظها العام اللي جيت لاكادير وفلا واحد الشمس حارقه، جيتي في الشتوى جيتي في الصيف جيتي في الربيع الشمس قاصحه، يعني ما كتهبطي حتى كتهبطي سخانه بديك الطنطينه ديال الراس. ولا ما نعرف يمكن حيت داك لاتيتود اللي حسيه عاليه. اليوم النهار اللي مشينا ليها هاد المره راه كانت الضبابه وكلشي، كان الجو زوين، كان الجو مضبب وسخون وزوين، حيت حنا مشينا في شهر 7 2024. هنايا فين كتقطعوا التيكه ديال 20 درهم باش تدخلوا تشوفوا القلعه من الداخل. وصراحه لا فيو واعره، كطلع على اكادير كلها وعلى مارينا ديال اكادير، يعني وكتشوفي البحر وكتشوفي الربيع وكتشوفي كلشي، واخا ما كاينش ربيع، الصحراء اغلبيه راه هي منطقه صحراويه. هادشي اللي كاين زعما واحد ليكسبيريونس اللي كيف ما قلت لكم زوينه. الناس اللي كيمشيو لاكادير بالتيليفيريك ولا حتى بطوموبيلتهم، لان كاين الطريق ديال الطوموبيل
كتوصلي حتى تما. زعما حتى الناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يمشيو بالتليفيريك يمكن لهم انهم يمشيو بالطوموبيل، يعني كتطلع حتى لاكادير وفلا دوري فيها، وكاين واحد لي سباس دايرين فيها الا بغيتي ديري جوله بالجمال او لا بالعودان. المهم هادشي اللي كاين. المهم ثاني غادي نخليكم تشوفوا الاكادير وفلا كلها، ونتلاقاو في اخر الفيديو باش نمشيو لبلاصه واحده اخرى. هادي طريقة كنمشيو ليها على زغاز وشتا عندك رجليك متكاش بزاف. صباح الحداد ما يمكن صافي. هنايا سالات الجوله في اكادير وفلا، ودابا غادي نمشيو لمارينا داكادير. الا مشيتو لاكادير ضروري ما كتمشاو في البحر ديال اكادير لاكوت لا كورنيش، ومن بعد كتطلعوا لمارينا. مارينا الا طلعتو ليها غادي تلقاو بزاف ديال لي باطو. كاينين دي باطو اللي كيديكم بخمسين درهم للواحد، جوله فيها 30 دقيقه كدو كيديوك حتى كيدخلوك جهه البحر. الا بغيتي تعومي كتخليوك تعومي، يعني الا بغيتي ديري بلونجاي تعومي مع وليداتك وداك الشيء كيعطوك الجيلي وكل شيء. صافي هادشي اللي كاين فيها، وكيعطوك دي بواسون هادشي اللي كاين اتاي ولا. المهم حنايا عطاونا اتاي. هادو لي باطو العاديين اللي قلت لكم بخمسين درهم. كاينين كاين الباطو ديال جاك سبارو ولا ديال بيرات، هو هذا. هذا الا طلعتو ليه وبغيتو ديرو جوله فيه كيدير 150 درهم للكبار و75 درهم للدراري الصغار. بالنسبه للدراري الصغار اللي تقريبا العمر ديالهم قل من 12 سنه، يعني متر و30، الا كان عنده متر و30 راه غادي يخلص 75 درهم. كان قل من متر و30 كيدخل غراتويتمون. الحاجه اللي زوينه فيهم انهم كيخليوك تدخلي الباطو تصوري كيف ما بغيتي، تصوري حتى في لاكابين ديال بيلوت تصوري. المهم شبعوا تصاور تمايا، ومن بعد كيديكم لوسط حدا البحر، يعني كيدخلوكم شويه للبحر ويمكن لك انك تعومي انت وليداتك. هذا الشيء اللي كاين. طبعا انا الجوله راه حيت الصوت، ولا نقدر نخليها لكم صامطه يعني غير تشوفوا بعويناتكم، لان كاينه فيه الموسيقى، والموسيقى بطبيعه الحال راكم عارفين اليوتيوب كيعطوك عليها حقوق طبع ونشر. المهم هنايا راه غادي نخليكم تعيشوا معنا ليكسبيريونس ديال الباطو كاملها حتى الاخر، ونمشيو للوجهه الثانيه اللي غادي نشوفوها اللي ضروري الا جيتوا لاكادير ما تشوفوه. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش الهضره اولا حيت غادي نلقى لي كومونتير هضرتي بزاف درتي قلتي، يمكن لكم انكم يا اما تحيدوا الصوت يا اما تزربوا باش تشوفوا كاع البلايص اللي بغيتو. يعني نتوما حرين، يعني هادشي اللي كاين، يعني نتوما البلايص راه تقريبا بزاف البلايص اللي غادي نشوفو. يمكن لكم تزربوا الفيديو، يمكن لكم تخليوا البلاصه اللي عجبتكم بغيتو تشوفوها كلها، ماشي مشكل. هادشي اللي كاين.
وكيف ما شفتوا صافي الجولة ديالنا سالت بالباطو. كيف ما قلت لكم الباطو هنايا داير 150 درهم للكبار و75 درهم للصغار، ومني كتكونوا في الباطو راه كيعطيوكم انكم تشربوا كويس اتاي يديو معكم ما تاكلوا. يعني والله الا البنات اللي بغاو حيت ساعه راه كيجيكم بجوع، خصوصا انهم كيدخلوكم للبحر. وحاجه واحده اخرى اللي بغى يعوم يدي معاه الكومبينيزون ديالو لابسها او لديها في سويكو باش يعوم ما يضيعش ديك الاكسبيريونس. المهم صافي حنايا خرجنا من هنايا لا كورنيش ديال اكادير، الا بغيتو ديروا فيها حتى هي الكوتشي. المهم صافي هنايا الا بغيتو تمشيو للبحوره ديال النواحي ديال اكادير راه ما بعادش بزاف. هذا البحر ديال تغازوت باي بعيد عليها تقريبا بواحد 10 دقائق ديال الطريق. ضروري بتمشيو تجربوه غزال غزال بزاف. وكاين واحد البحر الا بغيتو تزيدوا شويه لقدام تقريبا بعيد تقريبا بواحد 15 دقيقه على اكادير، واما على تغازوت باي راه غير شي 5 دقائق. هذا هو البحر غزال، وحده واحد الفيلاج اللي يمكن لكم انكم تاكلوا فيه، فيه لي فريتور كيديروا الطواجن كيديروا كلشي الصراحه، وفيه قهاوي زوينين كيطلعوا على البحر. المهم ضروري الناس اللي كيمشيو لاكادير خرجوا شويه على اكادير، يعني البحوره ديال البحر ديال اكادير زوين، ولكن البحوره ديال اللي خارجين على اكادير راه غير 10 دقائق 15 دقيقه غتلقاو بحوره واعرين واكسبيريونس فيهم اللي هي زوينه ديال العومان صراحه. المهم هنايا انا شاركتهم معكم باش هكذا نكون معكم بكل امانه. هذا البحر ديال تغازوت العادي والاخر راه تغازوت باي. المهم واللي مشى السوق اللي مشى لاكادير ضروري يمشي لسوق الحد وسوق انزكان. بالنسبه لسوق الحد راه غادي تلقاو فيه كل شيء اللي بغيتو، فيهم فيه ارغان، فيه زيوت على الاشكال، فيه دوك لي برودوي كوزميتيك ديال ارغان، وكبير بزاف، فيه الخضرة والديسير الا كنتو بغيتو تقداو، خصوصا الناس اللي كيكونوا كارين ديور وداكشي. هنايا تصادفنا حنايا مع عاشوره وليداتي بغاو دوك الحلاوي وداكشي، شرينا لهم الحلاوي وشرينا حتى الفاكهه وشرينا حتى القريشلات من تما بدوك الانواع ديالهم المالحين حلوين وداكشي. راه كنت شاركت معكم في فيديوهات اللي بغى يمشي يشوفهم واللي بغى يشوف الدار اللي كرينا في اكادير في booking.com ولا يمكن Airbnb. صراحه جربتهم بجوج وصراحه عن تجربه، لا الديور اللي كناخذو من Airbnb ولا booking.com كلهم صدقوا، زعما صراحه ما عمرنا لقينا مشاكل. وهنايا هذا هو سوق الحد. وبالنسبه لسوق انزكان كتكون فيه بزاف الجمله وما غاديش تلقاو فيه بلاصه ديال ارغان بزاف ودوك الناس اللي كيبيعوا املو بزاف. المهم اغلبيه غتلقاهم في سوق الحد. سوق الحد انا ملي كنمشي ليه ضروري ما كنمشي المناحي السوس، صراحه كنلقى عندهم شي حاجه اللي هي زوينه كاليتي بري. وهاد السيد راه مشيت خديت عنده الشيلان، شيلان غزالين حريريين كبارين، يعني ملي كيحل لك الفولار فولار كبيره. كاين الناس اللي كيستعملوهم كيديرهم ككاش مايو، وانا بغيتهم كفولارات هكذا ديرهم للشعر وداكشي. صراحه كاليتي عنده زوينه، وهانتوما شوفوا لي فولار اللي عنده شحال مرخيين زوينين. المهم هادشي اللي كاين. كملت لكم اللي بغى يكمل الجوله في هذا في سوق الحد يكملها باش نمشيو نشوفوا الوجهه الاخرى. سمعت على لا مدينه دكادير، صراحه حنا تصحابنا واش المدينه القديمه ديال اكادير، مشينا زعما باش نشوفوها. صراحه ملي وصلنا لتما تفاجئنا انه واحد البلاصه دايره بحال القلعه، كتخلصي في الدخله تقريبا 40 درهم للناس الكبار و20 درهم للدراري الصغار. هادشي اللي كاين، اللي قل من يمكن 10 سنين ولا 8 سنين كيدخل غراتويتمون. المهم صراحه ملي دخلنا ليها ما كاينش شي حاجه اللي هي كثيره، من غير انه كاينين حوينتات كيف ما كتشوفوا بحال هكذا على شكل بحال شكل بازارات، كيبيعوا فيهم الملابس التقليديه، كاع داكشي اللي تقليدي. والبناء ديال هاد القلعه دايرينو بني قديم على شكل ديال البني قديم، وكيجيو لي توريست وكيشرحوا لهم على الحضاره ديال الحضاره ديال العرب ولا ديال الامازيغ اللي كانت قديمه والحيلي اللي كيستعملوا. ومهم هادشي اللي كاين، يعني هادشي اللي كيشرحوا لهم. وكاين فيهم ريستوران الا بغيتوا انكم تاخذوا ديروا بوز كافي ولا
بوز ديجوني يعني بحال اللي بغيتو، بغيتو تغداو بغيتو تاخذوا غير دي بواسون راه كاين تمايا. المهم انا غادي نخليكم تجيبوا الجوله كلها هنايا في هذه المدينه اللي سميتها لا مدينه دكادير، ونتمنى انكم تخليوا لي كومونتير واش عجبتكم ولا لا، واش كتستاهل داك الثمن اللي كنخلصوا في الدخله ولا لا. المهم هذا الشيء اللي كاين. Chers téléspectateurs, je vous présente. هاد البلاصه يديروا فيها شي عاصي جفاوه هذوك انا هذوك البلا هذوك اللي هو الصفر يديروا بحال هذوك اللي فوق من هاد الزهره شوفوا على منظر شحال زوين، هادي يجي فيها واحد العلاسية فعلا تبكى، هانتوما، فوالا نرجعو نشوفو هنا شنو كاين، زادو كتبعني، طلع، هنا غير بحال باركور ماشي ان باركور لابيرانت نو سي با ان لابيرانت بحال دي ماغازان كيبيعو تو سكي تراديسيونيل كيكون شي شفار وكيبقى في الماحل تاعو كيبات فيه ماشي شفار فوندور لا كاين الا جبت شفار شوف لا بابا كاين شطه فوالا لا بابا تراديسيونيل نزول هنا لا باك اب يا 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 سيري جا واخا هاد ما كاين حتى حاجه سير كاين واحد البلاصه اب 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 كاين لا تيراس بجون كيدير نفس البلاصه اوه انا نشوفو من الفوق راه الحوص اللي كيقولوا لي حنا نمشيو نشوفو الطاوس غادي ندوز وحده هوب حنا داخل ما كاينش طاوس بابا بابا نشوف هنا من الفوق هذوك هما الكاينات اللي كنا شفنا شتي
دونك هنا هكذا وين الطاووس ها راه شفتو ها هو ها هو الطاووس واو شتي كيفاش نقز كاي ترى مع راسك صافي هنايا سالينا الجوله ديالنا ولعيتو سيرو الريستورون خدو شي بواسون باش ترجعوا شويه الراحه ديالكم لان خصوصا الا مشيتو في الصيف غادي تعياو واخا الجوله كتبان لكم بسيطه ولكن راه كتاخذ واحد الانرجي من بعد ملي غتخرجوا من لا مدينه دكادير وبغيتو وكنتو غادي في الطريق كتبان لكم هذا الشكل بحال شكل تعاونيه بحال داكشي ديال التضامن الاجتماعي فيهم هادشي ديال الاختزانة صناعه تقليديه تدخلوا ما فيها باس الا بغيتو شي حاجه تقليديه وداكشي سيرو جيبو دويره المهم انا نخليكم ديروا الجوله ونتلاقاو في الاخر الفيديو سي انتريسنت انتريستينغ لي ميتي انت شكون غادي تختار شمن ميتي باغي انا بغيت فيراري ديك الهضره كلها لو ماروك جيم اللي بقى معايا حتى لخد الفيديو هادو هما الاثمنه ديال اكادير دوفان وولد الكبار 180 درهم والصغار 150 درهم صراحه انا ولادي عياو فيا في هاد العطله باش نديهم ملي كنا في اكادير ولكن ما تيسرش لينا هادشي اللي كاين داكشي كتمشي بتيسر ديال الله المهم هاد لي فيديو راه لقيت لهم ليكم في مواقع التواصل الاجتماعي غير باش تاخذوا فكره حيت كاينه لانيماسيون ديال لي دوفان وبين ومني كياخذوا استراحه كيجيبوا لكم الكلون كيدير لكم لانيماسيون حتى هو و جو بونس كاين حتى لو فوك المهم هادشي اللي كاين لانيماسيون تقريبا فيها غير شي 10 دقائق و لانيماسيون ديال الكلون هي اللي كتاخذ لكم بزاف د الوقت داكشي علاش حنايا ملي مشينا قرينا لي كومونتير وداكشي ما زعمناش نمشيو هادشي اللي كاين بالنسبه لكروكو باخ غتلقاو فيديو مفصل في القناه حيت هاد المره ما مشيتش وحيت ودايره لكم فيديو من قبل غادي نخلي لكم في اخر الفيديو وهادو هما الاثمنه صافي هنايا وصلنا لاخر الفيديو نتمنى ان الجوله تكون نالت الاعجاب ديالكم وحتى حنايا صافي هنايا سالينا غنمشيو نرجعوا لديورنا بطبيعه الحال الى عندكم بلايص اخرين اللي يمكن لينا اننا نشوفوهم في اكادير من غير هادشي اللي وريتكم شاركوهم معايا نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم طبعا ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد باي باي